محطتنا التالية هي المحطة الطبية الصحية، رح نحكي عن أفضل الأعشاب الآمنة التي تساعد على إحراق الدهون. كل هاي التفاصيل مع دكتور محمود الشيخ علي، أخصائي علاج السمنة والنحافة، مدير مركز وشركة ابن النفيس للنباتات الطبية. صباح الخير لإلك. صباح النور إليك ولكل المشاهدين. الله يسعدك يا رب. يعني احنا نحكي عن النباتات الطبيعية وليس الطبية، يعني نتحدث عن أفضل الأعشاب والخلطات وأيضا الأنظمة العلاجية الطبية وأيضا الطبيعية من الأعشاب الطبيعية التي يجب أن يعني تمارس من قبل الأشخاص الذين لديهم سمنة ولديهم أيضا أوزان ثقيلة. بداية يعني موضوع السمنة، يعني قبل ما نحكي عن علاج السمنة بغض النظر عن هذا العلاج، يجب أن نتحدث عن مسببات السمنة. بمعنى أنه السمنة جزء كبير منها أو أكثر من 80% منها هي قضية سلوكية، يعني زيادة الوزن تأتي من خلال ممارسات سلوكية خاطئة مثل تناول كميات كبيرة من الطعام أو عدم ممارسة الرياضة. جزء من السمنة ممكن يكون سببها أمراض معينة مثل كسل في الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض. طبعا برضو جزء منها ممكن يكون له علاقة بالجانب النفسي، بل هو كبير أيضا نتيجة الإحباط، أو كثير من الناس تلجأ إلى تناول الطعام عند الاكتئاب. عند الاكتئاب. فمعناته إحنا دائما يجب أن نبحث عن السبب الحقيقي وراء السمنة لهذا الشخص، ومن ثم نبدأ بالعلاج. لا، للأسف الشديد يعني في مفاهيم خاطئة عند كثير من الناس تحديدا النساء، بتعتقد أنه أنا لو تناولت العشبة الفلانية معناته أنا راح أضعف يعني. أو حتى في بعض الأحيان بنشوف دعايات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الفضائيات، أنه تناول العشبة الفلانية راح تضعف 10 كيلو بالشهر، أو أنه أنت بدون نظام غذائي راح تضعف، أو الأخرى. دي كلها عبارة عن يعني مجرد دعاية أنا بسميها بين قوسين احتيال على عقل المشاهد. والمفترض أنه الإنسان يكون يعني عنده يكون أكثر وعي في هذا الموضوع. يعني راح يروح لأبعد منك، حتى اللي بيعمل جراحة، يعني اللي بيعمل قص معدة أو تدبيس معدة أو تحوير معدة أو شفضون إلى آخره من العمليات الجراحية الأكثر ربما تكون تعقيدا من موضوع تناول الأعشاب أو غيره، يجب أيضا أن يتبع نظام غذائي. معناته هي القضية الأساسية هي تغيير في أفكار الشخص نحو نظرته للطعام والأكل، وكيف يأكل ومتى يأكل وماذا يأكل، ومن ثم يتحول تغيير الأفكار تتحول إلى سلوك، أنه أنا أستبدل شيء بشيء. على سبيل المثال أنه أنا كيف أستبدل الخبز الأبيض بالقمح الكامل، كيف أستبدل السكر بالمحليات الطبيعية مثل الستيفيا، كيف أنه أنا أقلل من تناول الكميات كبيرة من الدهون المهدرجة وأستبدلها بزيوت طبيعية، كيف أنه أنا أمارس رياضة. لأن هذا الشيء عندما يتحول إلى سلوك ومن ثم مع مرور الوقت راح يتحول إلى عادة، أنا يعني 80% من مشكلة السمنة حليتها، لان أو 60 أو إلى آخره. لكن فيما بعد ممكن أنا أخذ بعض المساعدات لإنقاص الوزن، ولكن ليس هي الأساس في إنقاص الوزن. حتى قص المعدة كثير أنا شفت حالات وتابعت حالات قصوا معدة بعد سنتين رجعوا زي ما كانوا. ناس عملوا رجيم قاسي ونزلوا 30 و40 كيلو ورجعوا 60 كيلو. فالموضوع إذا لم يكن عن قناعة ذاتية مع مراعاة عوامل كثيرة أنه أنا أحافظ على الوزن، معناته راح للأسف يعني نتحدث عن تغيير في سلوك الإنسان، يعني تحديدا الأشخاص الذين لديهم يعني سمنة، كيف أنهم مثلا يتبعوا أنظمة لرجيم خاصة وأيضا أنظمة الأكل، كيف يفطروا، كيف يأكلوا، يتغدوا، يتعشوا، إيش هي الوجبات التي يجب أن تقدم لهم؟ بالفعل يعني هو كلمة رجيم إحنا في المجتمعات العربية بتعملنا عقدة بصراحة. يعني لما بسمع كلمة رجيم بسمع حرمان، تمام؟ لكن في الحقيقة كلمة رجيم هي المقصود فيها نظام غذائي، ولكن احنا تعودنا رجيم يعني حرمان. هي القضية الرجيم هو أنا كيف أضعف بدون حرمان، كيف أنه أنا أضعف من خلال أنه أنا آكل، ولكن زي ما قلنا بالطريقة الصحيحة، وأكون مقتنع بما أمارس من سلوكيات غذائية من خلال الأفكار اللي أنا راح أعدلها. يمكن كان الرجيم قبل 10 سنين أو 20 سنة كان قاسي، أنا يعني الأنظمة الغذائية زمان كانت أنظمة قاسية، للأسف كثير من الناس اليوم بيتبعوها. لكن اليوم يعني إحنا مثلا في مركز ابن النفيس نظامنا هو اسمه النظام البدائل الصحية، يعني أنا كيف أتناول أكل ولكن بوجود بدائل. زي ما العلم تطور في تجهيز موائد غذائية دسمة ومليئة بالسموم والدهون المهدرجة، اليوم برضو
في علم التغذية أيضا تطور في تقديم بدائل صحية، بحيث أنه أنا ما أحرم حالي من خلال تناول يعني زي ما كافة الوجبات ونوعية الوجبة، يعني كيف يعني مثلا أكل أكل وأستبدل زيت بزيت، أو أنه أنا مثلا حتى المكرونة أو الرز كيف أنه أنا أدخل الألياف فيها. فالموضوع اليوم صار موضوع سهل، الرجيم اليوم ليس رجيم معقد مثل الرجيمات تبعت زمان اللي كان كلها حرمان. اليوم للأسف الشديد برضو بنلاقي بعض الناس ما زالوا مأمنين في فكرة الحرمان، وأنا بقول لك يعني دائما أنا في عندي مقولة، أي نظام غذاء وأي رجيم لا يتناغم مع العادات والتقاليد ولا يتناغم مع الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع النفسي والوضع السلوكي، فمآله إلى الفشل ولو بعد حين. تمام، يعني موضوع الرجيم يجب أن يكون يعني الحصول على وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية دون الحرمان، لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على جسم صحيح. الإنسان. الآن فيما بعد لما أنا بعمل نظام غذائي متوازن لهذا الشخص، ممكن أنا أستخدم بعض المساعدات، ولكن لازم يفهم هذا الشخص أنه السمنة هو مش مرض، يعني مش فلوانزا ولا كورونا راح أخذ لها تطعيم وممكن أقي نفسي، لا، هو موضوع كرونيك ديزيز، يعني هو مرض مزمن. السمنة هو مرض مزمن يمكن الشفاء منه، ولكن بحاجة إلى متابعة. تمام. بمعنى أنه لازم أعرف أنه شخص بعاني من السمنة، والله إذا كانت السمنة عندي وراثية معناته أنا أكثر عرضة للإصابة من غيري. تمام، فمعناته لا، دائما بدي أكون محافظ على وزني. ولعلمك يمكن أنا بعتبر السمنة في كثير من الأحيان هي نعمة للشخص. ليش؟ كي يقلل من المأكولات اللي فيها سموم، يعني بالفعل كمان الشخص اللي بيعاني من السمنة بيكون عنده إدراك وعنده فهم وعنده وعي وبيفهم، إذا الشخص بده يحافظ على حاله وبصير يفهم شو بياكل وبصير يعرف إنه هذه فيها كذا وهذه كذا، بعكس الإنسان الذي لا يعاني من السمنة اللي هو مستهتر يعني عايش بشكل عشوائي بياكل كل شيء. يعني حتى أنت هتلاقي إنه الناس اللي ضعافهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من الناس النصحين، لأنه الإنسان النصح عادة السمنة يعني بتطلع على بتبين على الجسم دهون خارجية، بينما الضعاف اللي بياكلوا كميات كبيرة دائما الدهون أو عادة تكون في داخل الجسم وبتعملهم مشاكل في الشرايين إلى آخره. بس هذه مش دعوة إنه إحنا نكون نصحين، يعني هي دعوة لحالة التوازن، إنه أنا مش شرط أكون ناصح لكن كمان مش شرط لازم أكون ضعيف كتير. زي ما حكينا عن موضوع الأعشاب وعالم الأعشاب والنباتات الطبيعية في هذا الموضوع، في كثير من النباتات التي تساعد، ولكن زي ما قلنا لازم أنه أنا ما أستغل عقل الشخص هذا أو أستغل مشاعره أو عاطفه، لأنه في كثير أنا بسمع من الستات طب ليش أخذت مثلا بدون استشارة أو أخذت من خلال ندوة، لك مو الغرقان بتعلق بقشة، ما هي القشة هذه ممكن تكون قاسمة، لأنه أنا ممكن الغلاء يا دكتور، يعني كمان الوضع الاقتصادي أنه الوجبات الخاصة بالرجيم أو الأنظمة الغذائية يقتبسوها من صحباتهم من جاراتهم حتى من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي بتأثر عليهم. شوف، هو موضوع الوضع الاقتصادي بالعكس، يعني لو إجينا نحسبها بالورقة والقلم هنلاقي أنه الإنسان اللي بيتبع نظام غذائي صحيح راح يوفر فلوس كثير، راح يوفر فلوس على المستوى البعيد، بس إحنا للأسف لأنه إحنا ما تعودنا نفكر على المستوى البعيد، نتعودنا نفكر يوم بيومه. اليوم تخيلي لو أنا إنسان بيأكل أكلات عشوائية بيعاني من السمنة، أول شيء الوضع النفسي السيء، يعني كل يوم هيسمع 100 كلمة، والوضع النفسي لا يقدر بمال، يعني ممكن كلمة تجرحك يعني بتساوي كل أموال الدنيا. صحيح. تمام؟ فالوضع النفسي لا يقدر بمال. ثاني شيء لما أنا أكون عاني من السمنة على مستوى اللبس، على مستوى الشكل، على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى العلاقة الأسرية، على مستوى التنمر أيضا من المجتمع، زائد أنه أنا صحيح رح أكون تعبان. فتخيل كل هذه العوامل هذه لا تقدر بمال. اليوم زائد اليوم لما أنا أكون بعاني من السمنة صار عندي خشونة مفاصل ولا ضغط ولا سكر. تمام، جيبي لي شخص، وهي أمام المشاهدين كلهم، شخص أصيب بضغط وأخذ علاجه طاب، جيبي لي شخص أصيب بسكر وأخذ علاجه طاب، ما هي هذه من الأمراض اللي تتصنف أمراض مزمنة. ولكن إذا كان الشخص يعاني من السمنة، هناك عشرات بل آلاف من الحالات اللي تبعتهم اللي كانوا بعاني من السمنة ومرتبطة هذه الأمراض بالسمنة، لما ضعفوا اختفت تماما اختفت. يعني إلها علاقة يعني بموضوع السكر، موضوع الضغط والمواضيع أيضا كمان. احنا بنسميه إكس سيندروم، هي هذه أمراض مرتبطة في بعض. فأنا بقول لك حتى في ناس كانت تأخذ الإنسولين. صحيح. لما ضعفت وتنظم أكلها بطلت تأخذ
بطل تاخد أدوية كمان طبعا من خلال متابعة الطبيب المختص. فمعناته انه انا وفرت فلوس، وفرت حاجة أدوية. طب في المقابل لما انا اكون بعاني من السمنة وصار عندي خشونة مفاصل، طب انا هلف دكاترة غزة كلهم صحيح. ويمكن كمان اسافر برا وادفع فلوس وانا معيش فلوس مزبوط. تمام، بحجة انه انا معيش فلوس ادفع في انه انا مثلا اروح اتابع مع اخصائي تغذية، وانه انا ادفع حق منتج صحي. طب انا بكره يصير معي فلوس لما اروح الفلف على الدكاترة ومش هيكون في علاج، الا اول كلمة هيقوله خفف وزنك. صحيح. يعني نتحدث ايضا عن يعني الاعشاب المتاحه الان وفي فصل يعني الصيف، وللجميع يعني ممكن تكون في متناول ايدي الجميع ويتناولوها وتحافظ على صحتهم وايضا تقيهم من فيروس كورونا. شوفي، من النباتات التي تساعد في حرق الدهون وموجوده تقريبا، وهي نباتات شعبيه وموجوده، اول شيء مثلا نحكي عن القرفه والزنجبيل. القرفه والزنجبيل هي من المشروبات الرائعه والحارقه للدهون، ولكن احنا بنقول او نميل عاده ان تكون للذكور اكثر، يعني مشروبات ذكوريه كونها مشروبات حاره وممكن تؤثر على الهرمونات عند المراه لو شربتها لاوقات طويله او فترات طويلة، لكن لو عقد كاسة يوم بعد يوم لا بأس. فالقرفة والزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون. ايضا في عندنا من الشومر مثلا ممتاز جدا، حتى لمرضى ايضا السرطان الشومر مفيد جدا. كل النباتات اللي انا بحكيها مقوية لجهاز المناعة، كمان مضاد لالتهابات البول، ايضا للناس اللي عندهم احتباس سوائل، لانه بعض الاحيان السمنه ممكن تكون مش دهون، ممكن تكون احتباس سوائل بالذات عند مرضى الضغط والناس عندهم تجمعات سوائل بالجسم، فممتازه جدا. ايضا من النباتات نبات اسمه الهندباء برضو تطلع عندنا في فلسطين، هذه نبته تساعد ايضا في انقاص الوزن بالذات ايضا من الناس اللي عندهم زياده في نسبه الماء. ايضا مشروب النعناع من المشروبات الرائعه مهدئه، وفي نفس الوقت مهدئه. الشاي الاخضر مثلا، نبات البردقوش، نبات اكليل الجبل، وهذه البهارات ايضا البهارات يعني، ولكن مثلاً لها طريقه يعني. بعض الاشخاص او السيدات يعني عندما يترددوا على العطارين فالنسب بتكون ممكن تاثر عليهم وعلى اجسامهم، كيف تعملوا لهم خطه او جدول يا دكتور؟ شوف، بالنسبه لموضوع الاعشاب او النباتات الطبيعيه هذا علم، يعني هو بالاصل علم يعني، لكن معظم النباتات التي تستخدم يعني هي نباتات امنه، ولكن بتضل عمليه الكميات التي تضاف تحتاج الى علم، قديش انا اضيف كم جرام من هذا النبات الى كم جرام. لكن خلينا نحكي عن نبته كثير دائما تنذكر في موضوع الرجيم، وهو موضوع نبات السنمكي او ما يسمى بالسنم. طبعا في بعض الاحيان انا بجد هجوم غير مبرر على هذا النبات، والنبات بريء من كل هذه الاشاعات التي تطلق. ينقص الوزن مره واحده؟ لا، هو السنمكي منه طبعا الاوراق ومنه الثمار، لان هو يعتبر ملين يعني او مسهل خلينا اقول، ولكن لا يصل الى مرحله المسهل القوي اذا اخذنا الجرعه الطبيعيه. هو بيساعد يعني كثير كويس الناس اللي معهم امساك تمام او امساك مزمن، فهو ملين طبيعي، بيدخل في بعض الخلطات العشبيه، لانه عاده معظم الناس اللي بيعملوا دايت بصير معهم امساك، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا بالسنة والسنوت، معناته انه السنمكي هو نبات طبيعي ونبات طبي، ولكن الطريقة الله ينور عليك، سوء الاستخدام والمغالاه في استخدامه ممكن راح ياثر سلبا على الامعاء. ايش هي المضاعفات والاثار السلبيه الجانبيه لهذه العشبه؟ استخدام نبات السنمكي بكميات كبيره، واول شيء هو زي ما قلنا مسهل قوي، هو بيشتغل في الامعاء الغليظه، راح يعمل اضطرابات في القولون او في الامعاء الغليظه، قد تؤثر استخدامه لمسافات او اوقات طويله بجرعات عاليه كسل في الامعاء، لكن استخدامه ضمن المعايير او حسب البي دي ار فور هيربال ميديسن، هو المراجع العلميه في طب الاعشاب، الكميه المحدده لها بشكل يومي، يكون نبات امن. لكن في الاخر هو ليس نبات كما يهاجم، لكن هو له ضوابط زيه زي اي نبات او زيه زي الاكل. هو الانسان بنصح ليش عاده انه باكل كثير صحيح، يعني فصار الكميه لازم تكون انه محدوده، فصار تناول كميه كبيره من الاكل مضر يعني، بس ما بينفع اجي اقول الاكل ممنوع تاكله، او مثلا الدهون يعني ممكن انا اكل اتناول كميه من الدهون تكون مناسبه لجسمي وتمام، لكن لو تناولت كميه كبيره من الدهون ممكن تعمل لي كوليسترول دهون، اجي اقول للناس ما حدش ياكل دهون، لا، ولكن انا بقول
تتناول بكمية معتدلة. كذلك النباتات اشربها ضمن ضوابط علمية، لأن الضوابط هذه من يحددها هو من تخصص في هذا العلم الخاص ومن تخصص في هذا العلم. نتحدث عن قرحة المعدة والآن منتشرة بشكل كبير والجميع بيعاني منها، شو هي الأعشاب اللي ممكن يتناولها الشخص للتقليل من هذا المرض؟ شوفي، قرحة المعدة يمكن ليس لها علاج إلا من خلال الغذاء والأعشاب. هناك أمراض ليس لها أدوية، ليس لها علاج كيميائي، منها النقرس ومنها قرحة المعدة. قرحة المعدة علاجها بسيط جدا. أول شيء الابتعاد عن الدهون وتناول القهوة بكميات كبيرة والتوازن الغذائي. رقم 2 الملفوف، ممكن أنا أجيب الملفوف أسلقه يعني، وأشرب ماء الملفوف. ماء الملفوف رائع جدا لمن يعاني من قرحة المعدة. عندنا البصل أو مشوي البصل، نشوي البصل ونتناول البصل يوميا برضو ممتاز جدا. البطاطا البطاطا النية، أجيب بطاطا بلدية وأضربها على الخلاط وأعصرها وأخذ الخلاصة تبعت البطاطا، يعني المية تبعت البطاطا، وتناول بمقدار فنجان يوميا تعطي نتائج رائعة خلال أسبوعين. وماذا عن الثوم؟ الثوم للناس اللي عندهم مشاكل بالمعدة هو حامي أصلا يعني، وفي عادة خاطئة عند الناس أنه هو يتناول الثوم على الريق، وهذه كارثة. الثوم من المواد التي فيها مادة قوية جدا وقد تؤثر على الجلد، يعني تجيب الثوم وحطيه على الجلد ممكن تحرق الجلد. صحيح. ولكن تناول الثوم كثير رائع، حتى أنه زمان كانوا بسموه عسل الفقراء لما له من قيم وفوائد، ولكن أنا بفضل تناول الثوم بعد الإفطار أو أثناء الإفطار، يعني لازم أكون ماكل يعني إشي. كمان مسببات حرقة المعدة اللي هو متناول الثوم طبعا لفترات طويلة راح يأثر. أيضا لقرحة المعدة من المشروبات الرائع عرق السوس أو ما يسمى بجد الأعشاب. عرق السوس بانقعه وبتناول قبل الأكل مثلا كاستين يوميا. الناس اللي معهم ضغط، ارتفاع في الضغط، ممكن يتناولوا كأس يوميا، ممتاز جدا لقرحة المعدة. القرفة ممتازة لقرحة المعدة. الكركم، نجيب عيدان الكركم ونطحنهم ونتناول كأسين يوميا، ممتاز جدا لقرحة المعدة. وماذا عن الألبان؟ الألبان جيدة، ولكن الحليب ممكن يكون مزعج لمريض قرحة المعدة، وإن كان راح هو يشعر براحة مؤقتة لأنه الحليب صفة قاعدية، زي موضوع الكربونة مثلا اللي بتناول كربونة هو بيرتاح، ولكن الارتياح مؤقت وليس ارتياح دائم. لكن احنا نحتاج إلى علاج قرحة المعدة. ممكن راح أحكي لك عن شيء برضو كتير كويس قرحة المعدة وراح يتفاجأ منه كثير من الناس، وهو خل التفاح الطبيعي. صحيح. وطبعا هنا نحط تحت خل التفاح الطبيعي 100 خط، إن يكون طبيعي هو بيعمل، هو لما يدخل الجسم يتحول إلى قاعدة، وخل التفاح الطبيعي مهدئ جدا لقرحة المعدة كمان للبكتيريا المسببة وللأتشفاير. جميل جدا دكتور محمود. نتحدث عن الأشخاص اللي عملوا تدبيس معدة أو غيروا مسارات المعدة، شو هي الآلية اللي ممكن يتبعوها لأنه كمان ما إنه يصير عندهم سمنة مفرطة لقدام؟ أنا راح أحكي لك قصص واقعية أنا شفتها ومعاناة حقيقة الناس اللي عملوا العمليات الجراحية. يعني هو ببطل يأكل غصب عنه. صحيح. يعني هو بروح بعمل العملية، طبعا في لها مضاعفات، وإن كان في الآخر الجراحة هو حل، ولكن ليس حل مزاجي لكل الناس، هو حل لناس لها أوزان معينة، كتلة جسم معينة، ممكن أن تروح باتجاه هذا الطريق، الطريق الجراحي. يعني بالذات يمكن أول 3 شهور الناس هذه بتعذب كتير، لأنه الأكل يجب أن يكون مطحون، طبعا في لهم مشروبات معينة، لهم بروتينات معينة، حتى أنه ما يصير خلل في الجسم. فبتكون المعدة عندهم بالذات في قص المعدة، المعدة صغيرة، لكن هذا الإنسان ما بيقدرش يتحمل، مع مرور الوقت بصير يأكل كميات أكبر فأكبر، والمعدة بتنفخ. يعني ما تفكريش أن المعدة صغيرة تظل صغيرة، لا، بتكبر إلى ما لا نهاية يعني. فبتكبر المعدة مع 3-4 سنين بتلاقيه رجع نصح تاني، بس مش بس نصح، هو بدأ يعني تمددت المعدة تستقبل أي أكل خارجي، زائد أنه في مشاكل صحية صارت عنده، منها مشاكل في المريء، لأنه عادة هو لما بدأ يأكل عادة لأنه أكل كمية قليلة، فكله الحموضة بترجع على المريء، والمريء في ارتجاع في طبعًا. المريء الآن المريء هذا ربنا خالقه كموصل، يعني برميج موصل، ما فيش فيه شيء يحميه زيه زي المعدة. فلذلك رجوع الحموضة إلى المريء مع مرور الوقت قد تصل إلى أمراض، وقد تصل لا قدر الله لأمراض خطيرة نتيجة الارتجاع المعدي المريء. عشان هيك أنا شخصيا لا أحبذ، وكثير أنا سمعتها من الناس اللي قصوا معدتهم، طب ما زال إحنا بدنا نعيش زيك، طب ما كان حبسنا حالنا 3 شهور
واكلنا شوربه وخلصنا. فاذا لكن الدهون بتكون متراكم للاسف على اجسامهم، بيحتاجوا اكثر من 3 شهور، بيحتاجوا لا سنوات. لا انا بحكي عن النظام الغذائي شويه، اول 3 شهور بيكون صعب، يعني صحيح. بكون الاكل يعني بجرعات بسيطه، لكن الشخص هذا سواء قص معدته او ما قص معدته، زي ما كان اذا كان هو مش مقتنع باتباع نظام غذائي مدى الحياه راح يفشل حتى وان صار وزنه. بس المعده يا دكتور محمود بتتقلص، فبالتالي بتبطل تستقبل اي ماكولات او حتى المشروبات ممتاز. اللي هي بتكون يعني زياده عنها لفتره معينه، وبعد هيك بصير موضوع تعود المعده على كميات معينه من الاكل. انا حسب صدقيني حسب الحالات اللي انا شفتها بعد 3 سنين واربع سنين وخمس سنين، في كتير منهم بيرجعوا زي ما كانوا، لانه هو ما هو بشعرش، ما هي المعده بصير تكبر شويه شويه، صحيح، وبصير يزود شويه شويه. واحنا كمان يعني بدناش نضحك على حالنا، احنا عايشين في مجتمع له عادات وتقاليد، يعني احنا مش عايشين في اوروبا ولا عايشين في فرنسا بناكل بالشوكه والسكينه، احنا مجتمع عادات وتقاليد. راح احكي لك قصه يعني في نفس الوقت مؤلمه، يعني من الحالات اللي مرت علي. احد الاخوه كان وزنه تجاوز ال 250 كيلو، وتبنته احدى الجمعيات وسافر برا، وبعد سنتين رجع على البلد وزنه 70 كيلو، تمام؟ من 240 او 250 ل 70، يعني بتحكي عن رقم مهول، تمام؟ اطنان في سنه واحده طبعا، واجرت له عمليات جراحيه كثيره وعمليات تجميل، وكان يعني قصه نجاح بالفعل. بعد سنه صار اجاني وزنه 170 كيلو، رجع الوزن 170 كيلو. وطبعا توفى هو يعني رحمه الله. نتيجة يعني تخيل في سنة رجع 70 كيلو. العادات السيئة يعني اللي اتبعها بعد اللي هي قص المعدة، انه راكمت الدهون. يمكن انا كان تحليل للموضوع انه هو طبعا اجرت له العمليات في دولة اجنبية، يعني المرافق اللي معه ما كان يجيد اللغة، ما كانوا يعني يفهموه شو يعمل. هو بفكر حاله زي ما كثير من الناس انه انا قصيت معدتي ولا عملت عمليات اكل ايش ما بدي. وطبعا احنا الثقافه عندنا برضه في ناس مش كثير في هذا الموضوع، فكانوا بيشعروا انه لو انا اكلت ايش ما صار. صحي منه يعني في السنه ما هي بتخلص بسرعه، لقى حاله زايد، وهذا عمل له حاله اكتئاب رهيب، يعني صحيح. كان في حاله اكتئاب شديد، وهذا تحدث عند كثير من الناس حتى بدون قص معده. فعشان هيك انا رسالتي لكل المشاهدين، قبل ما ندور على اعشاب او ندور على خل او ندور على جراحه او ندور على كبسولات، نحن لازم نعيش مع انفسنا. هل انا هذا الموضوع او هذا المشروع أو هذه المعركه اللي بدي اخوضها مع تغيير النظام الغذائي، هل انا لوين بدي اصل؟ يعني هل بالفعل بدي احوله نظام حياه؟ اذا كان بالفعل يتخذ قرار بانه يكون نظام حياه وينظم اكله، هينجح بعمليات بغير عمليات، ولكن في عنده اراده بالفعل. عشان هيك احنا دائما بنقول قبل ما اي شخص بده يجي يعمل رجيم، انا بركز على 3 حاجات. الاراده هي الاساس، والهدف والوازع. لازم يكون عندي اراده، ولازم يكون في عندي هدف، انا لوين بدي اصل، ايش اللي بدي اصل له، ايش البنطلون اللي بدي البسه، مش الوزن طبعا، كمان المقاس. الشيء الثالث الوازع، الوازع لازم يكون من جواتي مش من الناس، مش الناس اللي بتضغطني. اذا ما كنت مقتنع بهذا الشيء، وخليني احكي في جزئيه مهمه، انا بعرف الوقت يداهمنا في موضوع الوزن. كثير ناس رابطين عقلهم في اله السعرات، الوزن، الميزان. للاسف يعني انا بعتبر اكثر حاجتين مفهومين غلط في مجال التغذية السعرات والميزان. الميزان هذا مش معمول عشان توزن عليه بني آدم، هذا معمول عشان أوزن عليه خلينا نحكي لك شيء ثابت، يعني هذا الكاسة وزنها 100 جرام، لو بعد 100 سنة هتلاقيها 100 جرام. طب أنت عندك جسم الإنسان 50% منه أو 60% منه مية، حسب طبعا حجم الشخص، فهي عملية وزن الصبح مش هيكون زي الظهر، مش هيكون زي في الليل. ففي ناس عقلهم مرتبط في الميزان، هو الأهم الميزان الشكل. انا ايش بدي بالميزان؟ ما هو انا في ناس عندهم معريض، في ناس عندهم مورفيه، في العمر بيلعب دور. فدائما اطلع على شكل يكون متناسق مع شخصيتي، هذا رقم واحد. موضوع السعرات، الناس اللي طول اليوم ماسكين التفاح 40 سعر حراري زي مثلا، بصير عندهم هاجس، مش لانه هو غلط اصلا. هو مفهومه للسعرات مفهوم غلط. يعني مثلا بتيجي ست بتقول لي صحن الملوخيه فيه مثلا 100 سعر حراري، طب ماشي، صحننا ولا صحنكم؟ طب لحمتنا ولا لحمتكم؟ طب لحمة ضاني ولا لحمة بلدي ولا فيش عليها لحمة؟ لازم تتعرف على جسم الإنسان وكيفية يعني إنه السلوك اللي بيمارسه. يعني الفكرة نفسها الناس فاهمين موضوع السعرات غلط. بعدين بيجي يقول لك التفاحة وزن مثلا فيها 70 سعر حراري، طب التفاحة وزنها قديش؟ طب التفاح الأخضر والأحمر والأصفر؟ فهذا موضوع تعقيد. هي الموضوع بسيط جدا،
كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صحيح. فلينظر الإنسان للطعام بس. هي القضية أنه أنا أنوع في أكلي، أحاول أنه أنا أقلل من ثلاث حاجات، السكر والخبز الأبيض والدهون، هلاقي حل بضعف مع ممارسة الرياضة مع بعض المساعدات اللي ممكن يعني أخذها وتكون آمنة، بروح بضعف. ولكن هذا كله لازم أكون جاهز حالي أنه هذا هو منهج الحياة. كل الشكر دكتور محمود الشيخ علي، أخصائي علاج السمنة والنحافة، حدثنا عن أفضل الأعشاب الآمنة التي تساعد على إحراق الدهون لدى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، مع موفور الصحة والعافية التي نتمناها دائما للجميع.